تمام، اشتغل زي الفل. يلا بينا. طيب هنتكلم ان شاء الله على حاجة اسمها نت، المواضيع المهمة جدا جدا اللي بتفهمك الدنيا ماشية ازاي بقى. تمام، اختصار ايه نت دي؟ اختصار نتورك ادرس ترانسليشن. طيب احنا عندنا مشكله ان اي بي فيرجن 4 فاكر كان كام بيت؟ كان 32 بيت. يعني ايه؟ يعني ال 32 بيت دول معاك تحطهم من كلهم صفار لحد كلهم واحد، يدينا احتمالات قد ايه؟ 2 ها اس 32 يطلع كام بقى؟ يطلع 4.3 مليار. تمام كده؟ طيب فالمفترض اضخم شبكة انا ممكن ابنيها ما ينفعش تزيد عن 4.3 مليار. ليه؟ لان احنا الاي بي ده المفترض يبقى يونيك، ما يتكررش. الجهاز اللي هياخد اي بي ما يتكررش، بل المفترض الند اللي هيتم استخدامه لازم يبقى ايه؟ الند ده يونيك. يعني لو انا اديتك في شبكتك ند معين ما ينفعش نستخدمه على مستوى ايه؟ اي شبكه تانية. يبقى الند لازم يكون ايه؟ يونيك. عشان كده انا عملت ايه؟ قامت جايه واخده الاي بيهات اللي هي من 0 0 0 0 لحد كام؟ لحد 255 255 255. عملت ايه بقى؟ قسمتهم لشبكات، فاكر شبكات كلاس A وكلاس B وكلاس C. فعندي شويه شبكات كلاس A اللي هي الماسك بتاعها على كام؟ على 8. الشبكه ما شاء الله فيها 16,777,216 اي بي. والشبكات اللي هي على 16 فيها 6,5,5,3,6. والشبكات اللي هي على 24 فيها 256 اي بي. ما تنساش كل شبكه من دول طاير منها 2 اي بي، واحد نت وواحد ايه؟ برودكاست. وبدات بقى سميت دي شبكات كلاس كلاس A ودي كلاس B ودي كلاس C. وبدات تبيع للشركات اللي عايز يشتري شبكه كلاس A كلاس B كلاس C وهكذا حسب حجم الشركه، ايه؟ عشان نضمن لك ان الاي بي هات اللي انت مستخدمها عندك مش متكرره على عند اي حد تاني على مستوى العالم. تمام كده؟ طيب لقوا ان الاي بي هات مش مكفيه، خصوصا ان احنا عندنا كلاس D وكلاس E ما ينفعش نستخدمهم، صح كده؟ قلنا ديت بنستخدمها للمالتي، حاجه اسمها مالتي كاست، وده فور فيوتشر يوز. ده غير ان في حاجات طايره ما بينفعش نستخدمها، زي مثلا اي اي بي بيبدا بزيرو اي حاجه ده طاير، اي اي بي بيبدا ب 127 اي حاجه فاكر ده اللوك باك ده طاير، اي اي بي بيبدا ب 255 اي حاجه ده طاير. اذا حتى ال 4 مليار دول هتكتشف ان في بتاع نص مليار ولا حاجه طايرين. فاذا احنا دلوقتي في ازمه ان انا مش قادر اكبر شبكه الانترنت. شبكه الانترنت دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن ملايين ومليارات من الاجهزه متربطه ببعض على مستوى العالم. وكل ما حجم الشركات اللي بتوصل اجهزتها بالانترنت، كل ما شبكة الانترنت دي اللي بيحصل فيها بتكبر، صح كده؟ طب احنا نجيب اي بي هات منين لكل هذا العدد الضخم من الاجهزة؟ خصوصا ان احنا عايزين في المستقبل نعمل حاجة بيسموها كده مشهورة قوي دلوقتي اسمها اي او تي. اختصار ايه اي او تي دي؟ انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. انت عايز بص كل شيء على وجه الكره الارضيه يكون كونكتد بالانترنت.
يعني كل شيء ليه اي بي. يعني ايه بقى؟ بص انا عايز لو انا في شقه التلاجه يبقى ليها اي بي، والغساله ليها اي بي، والبوتاجاز ليه اي بي، والتكييف ليه اي بي، والتلفزيون ليه اي بي، والموبايل والتابلت. طب اعمل بيهم ايه مثلا؟ حتى النظاره، النظاره ليها اي بي، التيشيرت اذا عنده يزرعوه كله ليه اي بي، يزرعوه له زي القرنيه، اذا حتى رمشه العين محسوبه فيها لازم يكون اي بي بالظبط. فانا عايز كل حاجه، مثلا لو انا في شقه عايز الثلاجه بتاعتي يبقى ليها اي بي، ايه اللي بيحصل؟ تقوم جاي موصل كابل من الراوتر بقى من السويتش بتاعك للثلاجه، والثلاجه يبقى ليها ايه؟ يبقى ليها اي بي، والثلاجه كونكتد بالانترنت او كونكتد مثلا بسوبر ماركت انت مبرمجه عليها، والثلاجه عليها شاشه من بره كده تقول لك ايه اصناف الاكل اللي موجوده فيها وايه اصناف اللي مش موجوده، وبعدين تدوس انت على زرار تتبعت رساله باصناف الاكل اللي مش موجوده اوتوماتيك على السوبر ماركت، ها وهو يبدا يبعت لك الايه الاوردرات بتاعتك. البوتاجاز عليه شاشه، والشاشه دي كونكتد بالانترنت ببرامج طبخ موجوده في الانترنت، تقول له والله انا عندي فرخه وملح وبطاطس ومش عارف ايه، يقوم جاي هو كونكتد بالموقع ده يجيب لك الاكلات المختلفه اللي ممكن تتعمل بالحاجات دي، ويفتح لك الدراك تحطه وهو يشتغل مع نفسه. التكييف انا عايز قبل ما اروح البيت اشغل التكييف، يبقى لازم يكون كونكتد بالانترنت. تمام انا نسيت اطفيه قبل ما انزل، فابدا ان انا ايه وهكذا. عايز الموبايل بتاعي يكون كونكتد، التابلت بتاعي يكون كونكتد، اللابتوب يكون كونكتد، التيشيرت بيبقى فيه، في تيشيرتات بتتباع فيها سنسور بتقيس لك النبض والحراره ودقات القلب ومش عارف ايه، ويبقى كونكتد بالانترنت، ويبقى الدكتور بتاعك تخيل كده بقى لو الدكتور عنده مثلا المرضى بتوعه كل واحد لابس التيشيرت ده، وهو عنده ابلكيشن عنده ظاهر عنده بيانات تفصيليه عن المرضى بتوعه كله، النبض والحراره، يعني من قبل ما انت تتعب هو هيعرف ان انت تعبان ومحتاج تاخد علاج. هو انا فكرت فيه تمام؟ ايوه في حاجه زي كده اساسا. ما فيش جدول انك تموت امتى. طيب فانا عايز كل حاجه، لو واحد مثلا عنده مزرعه، المزرعه دي فيها خرفان مثلا، انا هخلي كل خروف راكب فيه كارت نتورك وفيها سنسور وكونكتد بالانترنت، اقدر بقى عن طريق ابلكيشن اعرف عدد الخرفان اللي عندي واماكنهم والحراره بتاعتهم ومين اللي جعان ومين اللي شبعان ومش عارف ايه وهكذا. فهنجيب منين، هنجيب منين اي بي هات لهذا الكم الرهيب من ايه، من الثينجز، عشان كده بيسموه انترنت اوف ثينجز، او ساعات بيقولوا عليه انترنت اوف ايفري ثينج. فعشان كده اخترعوا ايه بقى، اخترعوا اي بي فيرجن 6. تمام كده، اي بي فيرجن 6 بقى ميزته ان هو ايه، دي احد مميزاته على فكره، يعني اي بي فيرجن 6 فيه مميزات كتير جدا، احد مميزاته ان هو 128 بيت. تمام، 128 بيت يعني عدد احتمالاته كام؟ 2 اس ب 28 يديك رقم كده قدامه 37 صفر. انا سمعت ان الرقم هذا يخص كل حساب الكره الارضيه. اقول لك هو لا، بيقول لك لو كل بني ادم اخذ اي بي لكل ذره في جسمه وكل خليه في جسمه، هيبقى نصيب الخليه الواحده 7 اي بي. خلية جسم الانسان بقى فيه كام خليه؟ فيه 10 اس 27 خليه، تخيل يعني قدامنا 27 صفر. فطبعا اي بي فيرجن 6 ما تشغلش بالك، مهما شبكه الانترنت تتضخم هيصد معاك لملايين السنين قدام. بس في مشكله، انا عشان استخدم اي بي فيرجن 6 لازم تكون الراوترات اللي عندي، مش الراوتر المعتمد في شغله على ايه، على الاي بي هات، يبقى لازم يكون الراوتر فاهم يعني اي بي فيرجن 6. ساعتها كل فتحه في الراوتر هديها اي بي من نوع ايه بقى؟ من نوع اي بي فيرجن 6، والراوتنج تيبل هيبقى فيه شبكات من نوع ايه؟ اي بي فيرجن 6. فمثلا راوتر زي اللي عندك في البيت ده لو ده ما بيفهمش اي بي فيرجن 6 يبقى لازم تغيره. طب الجهاز بتاعي ده لازم اديله اي بي، يعني بص كده انا لو دخلت هنا كده على كارت النتورك الكارت اهو اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6، لازم يكون جهاز الكمبيوتر اقدر اديله. ممكن تلاقي نظام التشغيل اللي نازل عندك ما يفهمش يعني اي بي فيرجن 6،
اذا احنا عشان نتحول من اي بي فيرجن 4 لاي بي فيرجن 6 لابد ان الاجهزه بتاعتنا اجهزه كمبيوتر راوتراتنا تكون بتفهم اي بي فيرجن ايه 6. لقوا ان الموضوع هيبقى مكلف جدا جدا ان احنا نتحول لاي بي فيرجن 6. بعدين اي بي فيرجن 6 جاهز للاستخدام بس ما حدش هنا عندنا في دول بدات فيه, بس احنا عندنا هنا ما بنستخدموش. فليه ما نستخدموش؟ عشان التكلفه العاليه عشان نتحول ليه هيبقى الموضوع مكلف جدا. فعشان كده قال لك ايه بقى, خلاص احنا نمشي حالنا ها باي بي فيرجن 4. فبدات اينا تعمل ايه, بدات بايه, عملت السبنيتنج. تقول لك لا بقى انا انا كنت ببيع شبكاتي كلاس A وكلاس B وكلاس C على 8 على 16 على 24. لا احنا نستخدم السبنيتنج بقى, نبدا نقطع بقى على 25 على 6 عشان نوفر على قد ايه, على قد ما نقدر بالظبط. لكن برضو السبنيتنج وحده يعني لا يكفي, مش كافي. فعملوا ايه بقى, اخترعوا بقى ايه, النت. رهيب النت بقى, يعني النت ده وفر في الاي بيهات بطريقه رهيبه. يعني النت ده خلى اي بي فيرجن 4 حتى الان صامد, بس بندي الاي بيهات بحساب, تمام كده. فالنت ده كان اخر اختراع عملوه. حتى انا سمعت ان اي بي فيرجن 6 كان متوقع صنع سنه 2000 ولا حاجه, فلما اخترعوا النت لا اجل الموضوع على 2020 2025 نبدا ايه, نبدا نستخدم. في سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى الهدف الرئيسي من اختراع النت هو ايه؟ ان احنا نوفر حاجه ايه, هتوفر لنا في الاي بيهات زي ما السبنيتنج وفر, بس دي طريقه مختلفه طبعا, تمام. ده الهدف الرئيسي. يبقى انا لو سالتك واي نت, ليه اخترعوا النت ده؟ عشان هي عشان نوفر فيه الايباد. ده الهدف الرئيسي من الخطوه. بس الموضوع ده هيعمل لنا شويه مشاكل بقى. احنا بقى المفترض نعرف يعني ايه نت وازاي بيشتغل وايه المشاكل اللي عملها وايه الحلول المختلفه اللي هنستخدمها عشان نتغلب على هذه الايه, هذه المشاكل. في سؤال لحد دلوقتي؟ طيب تخيل بقى معايا دلوقتي, دي كده شبكة الانترنت. انا هرسم كده نموذج مصغر لشبكة الانترنت, مثلا ده مثلا فيس الاي بي بتاعه كام, مثلا 11.1.1.1. ده مثلا انت شايف كده الخط ولا اكبره شويه؟ ياهو. تمام, مثلا الاي بي بتاعه 12.1, اصل في كلام كتير هيتكتب فبحاول اوفر مساحه على قد ما اقدر. ده مثلا جوجل الاي بي بتاعه مثلا 13.1.1.1. طبعا اكيد اكيد ملايين المواقع اللي في الانترنت دي متربطه كلها بايه, متربطه بسويتشز وايه كمان وراوترز. ما ينفعش السويتشات بس, ها راوترات بقى رابطه العالم كله والدنيا كلها متربطه ببعض. ده كده اهو, ده كده, دي كده شبكه اللي هي الانترنت. ينفع الاي بي بتاع ياهو يكون متكرر مع اي بي جوجل او فيس او اي حاجه من دي؟ اكيد لا. فده كده, ده كده الانترنت بالظبط. لا مع النت في اي بي هتتكرر مع النت. هنشوف بقى مع النت ايه اللي هيحصل بالظبط. هنشوف يعني مع النت هتحصل معجزات دلوقتي. المهم انا بقى دلوقتي عندي شبكتي الخاصه بيا انا في بيتي او في شركتي. عملت ايه؟ جبت سويتش صح كده, وقمت جاي موصل بيه شويه اجهزه. شويه اجهزه بتاعتي. انا بقى عايز اجهزتي دي, هي كده كده هتتكلم مع بعض, بس انا عايزها كمان هي هتتكلم مع
الشبكة الضخمة دي، في حد يقدر يستغنى عن الشبكة الضخمة دي، شبكة الإنترنت؟ فإحنا محتاجين شبكة الإنترنت. فأنت صحيح بتبني جوه شركتك الشبكة المحترمة اللي تخلي أجهزة تتكلم مع بعض، بس عايزين برضه نوصلها للبيت. تمام؟ نفس الكلام هيعمله أي شركة تانية أو أي شخص تاني، هيجيب سويتش أهو ويوصل بيه أجهزته. تخيل معايا دي شركة تانية أهي، وبرضه رابطين أجهزتهم ببعض وعايزين يوصلوها بالنت. وأدي شركة تالتة أهي برضه عايزة تعمل نفس الكلام. بص بقى، اللي انا هشرحه لك ده كان بيحصل قبل اختراع ايه؟ قبل اختراع النت. يعني اللي انا هشرحه دلوقتي ده ما بيحصلش دلوقتي. ها؟ ما بيحصلش دلوقتي. بس ما عشان نفهم النت اتعمل ليه؟ تمام كده؟ وبعد كده بقى هقول لك لا النت بقى هيحل لنا المشكله ديت والوضع دلوقتي مش زي كده. انا دلوقتي عايز اوصل اجهزتي دي بالانترنت. اظن طبعا دي هتبقى نتورك والناس اللي في الانترنت دول شبكات تانية، فلا بد ان يكون في النص ايه؟ راوتر لازم راوتر. ليه؟ لان انا عايز دول في نت، وعايز لو انا عملت برودكاست البرودكاست ده يبقى اخره فين؟ المنطقه بتاعتي. انا لو جبت هنا سويتش ربطته هنا يبقى البرودكاست هيروح للكل، صح كده ولا ايه؟ هتروح للشبكه كلها. طيب فانا دلوقتي هجيب راوتر يوصل طرف منه هنا. طب والطرف الثاني في شبكه الانترنت؟ طبعا اكيد الاي اس بي، صح كده؟ ده الراوتر بتاع الاي اس بي. هيعمل ايه بقى؟ انا لو عملت كده ده تي داتا مثلا اورنج ايا كان، ويوم جايين موصلين لينك كده اهو. تمام كده؟ طيب ونفس الكلام برضو الناس اللي هنا لو عايزه توصل نفسها بالانترنت، ادي الاي اس بي، والراجل ده لازم برضو يجيب عنده راوتر، وهيطلع كابل كده والكابل التاني كده. افكرك كنا بنقول على الراوتر ده ايه؟ اللي هو ال ADSL ADSL راوتر. ليه بقى كنا بنقول عليه ADSL؟ عشان في فتحه هنا RJ 11 شغاله بتقنيه ال ADSL. دي RJ 11 دي اللي جايه لي من السنترال، صح كده؟ صحيح. والناحيه دي RJ 45 دي اللي هتوصل بيه الشبكه بتاعتي. RJ 11 تمام كده؟ ده كان اسمه اي دي اس ال راوتر. طب امسح ديت، احنا مش عايزينها خلاص، احنا عارفين ان ده اي دي اس ال راوتر. والفتحه اللي من الناحيه دي امسح كده ليه؟ تمام، يبقى ده اي دي اس ال راوتر، ده اي دي اس ال راوتر. ونفس الكلام الراجل الغلبان ده هنا اهو هيجيب عنده هو كمان وادي الاي اس بي. الاي اس بي ده كونكتد بالانترنت، وده كونكتد بالانترنت، ده كونكتد بالانترنت، والمفترض ده برضو هيبقى في طرف منه واصل كده، والطرف التاني ده واصل بالسويتش. بص بقى، تخيل معايا لو دول 1000 جهاز ودول 1000 جهاز ودول 1000 جهاز، مش كده لو دول وصلوا نفسهم بالانترنت كأن شبكة الانترنت اللي حصل فيها تضخمت كبرت. ولو فرضا دول مليار بقوا مليار وايه؟ وتلات تلاف. ادي 1000 ودي 1000 ودي 1000. اذا احنا محتاجين ايباهات للاجهزه دي ولا مش محتاجين؟ ينفع ايباهات الاجهزه اللي هتتحط هنا تبقى متكرره مع اي حد موجود في النت؟ ما بالظبط، وهنا ما ينفعش ده يتكرر. اذا خلي بالك الند اللي هستخدمه هنا، الند اللي هستخدمه هنا ما ينفعش استخدمه هنا. هنا يبقى لازم هنا ند يكون مختلف وهنا ند مختلف. هنا محتاجين ند بقى لو احنا استخدمنا السبنيتنج، يبقى ماسك على كام؟ على 30. اي بي هنا واي بي هنا، ده لو احنا موصلين كابل هنا ايه؟ كابل هنا دايركت، صح كده؟
طيب فالمفترض الند اللي هيستخدم هنا يكون مختلف عن الند اللي هنا، يكون مختلف عن ايه؟ عن الند اللي هنا، عن الند اللي هنا، عن الند. طب مين اللي يضمن لي ده؟ مين اللي بيوزع الايبهات؟ ايانا صح كده؟ بس انا ما اتعاملش مع ايانا، انا اتعامل مع الاي اس بي. فكان زمان قبل اختراع النت لما بوصل شبكتي شركتي واجهزتي بالانترنت كانت شركه النت هي اللي بتحدد لي الايبهات اللي هستخدمها هنا، وهي اللي بتحدد لي كمان الايبهات اللي هستخدمها هنا. يعني انا جوه شركتي باخد الايبهات من مين؟ من الاي اس بي. وكل ما عدد الاجهزه اللي عندي يكون كبير كل ما هحتاج عدد اكبر من ايه؟ من الايبهات. فوالله بقى حسب، سي انا عندي في شركتي 200 جهاز يبقى هتديني ماسك على كام؟ انسب حاجه ال 200 جهاز على كام؟ ماسك على 24. اه انا بقى مستخدم يعني سي مثلا تديني مثلا 50 1 1 1 50 1 1 2 50 واحد واحد تلاتة كده معايا لحد 50 كام؟ 50 واحد واحد 255. بس 255 ده برودكاست والزيرو ده النت. ف والفتحه دي زي مثلا هديها 50 واحد واحد لا زيرو ده النت، انا هدي الفتحه دي اي بي، النت ده ما ينفعش اديه لاي فتحه زي مثلا هنا 201. يبقى ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى الجيت واي للاجهزه دي كلها صح كده؟ طيب النت بقى بتاعنا هنا كام؟ مين اللي عاطيهولي النت ده؟ اللي عاطيهولي شركه النت 50 50 واحد واحد زيرو ماسك على كام؟ على 24. طب افرض انا عندي هنا 100 جهاز بس، تقوم شركه النت تقول لي خلاص انت انسب حاجه ليك على كام؟ على 25 او على 26 حسب بقى. اه بالظبط. طب لو على لو على 24 يبقى شركه النت هتديني كام اي بي؟ من واحد الى 254. وفي واحد احطه جيت واي يبقى هتحاسبني على كام اي بي؟ 253 اي بي عشان هتطير ايه؟ واحد جيت واي. بتحاسبني الاي بي ب 10 جنيه ده لو كان عندها فاضي اصلا، يعني بقول لك ممكن يكون خلص تمام. طب هنا بقى تديني كام اي بي؟ 126 واحد جيت واي يبقى هتحاسبني هدفع 1250 في الشهر 10 جنيه الاي بي واحد. ده المفترض 4 3 62 وصوم 64 واحد ند واحد برودكاست وواحد جيت واي يبقى 61. يبقى ادفع 610 في الايه؟ زود 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 بقى لحد مثلا على كام؟ على 30 تديني اربع اي بيهات، واحد ند واحد برودكاست يتبقى 2، واحد جيت واي يتبقى واحد، يبقى هتحاسبني على اي بي واحد بس ب 10 جنيه في الشهر تمام. يبقى هي لما بتبيع لي ايباد خلي بالك بتبيع لك شبكه مش بتبيع لك اي بي، شبكه يا اما شبكه على 30 يا اما على 29. شبكه على 30 تديك اي بي، شبكه على 29 تديك كام اي بي؟ هما المفترض 8 نشيل منهم 3 5 بالظبط 5 وهكذا بقى. فده اللي كان بيحصل زمان، كل ما عدد اجهزتي اللي جوه الشركه هيزيد كل ما هدفع اكتر، لان انا محتاج اي بي كل جهاز جوه الايه؟ جوه الشركه صح كده ولا ايه؟ ونفس الكلام هنا، كل واحد بقى يشتري الايباد. وخلي بالك انت محتاج كمان ايه؟ محتاج ايباد هنا وايباد هنا وايباد هنا. فالاي اس بي بقى هيجيب لي مين ولا مين؟ لو كل شركه جديده فتحت عندها 1000 جهاز، شركه عندها 200 جهاز، يبقى المفترض الاي اس بي يبيع لك ايبادات على قد الاجهزه اللي ايه؟ على قد الاجهزه اللي عندك. هو انا اللي جيت زي ابي يمكن يعني شوفه ان الابي في الجمهور اساسا حاليا ما هو مغطي في حاجه للابي، اتوقع انه هذا اللي انت عمال تشرحه. اه ما هو ده اللي انا عايز اوصل له بقى، ازاي النت حللنا المشكله دي وخلى اي بي فيرجن 4 مكفي حتى الان تمام. طب هنا بقى برضو مفترض النت اللي هستخدمه هنا يكون مختلف عن هنا وعن هنا صح كده؟ فلما كده يقول لي مثلا خدي 60 1 1 1 60 1 1 2 60 1 1 3 هنا مثلا حاطط 60 1 1 201 مثلا ماسك على كام هنا؟ برضو على 24. طب الند هنا كام؟ 60 1 1 0. الشبكه دي اللي اعطيها لي الاي اس بي،
يبقى انا هدفع بقى مقابل ايه؟ هدفع مقابل الشبكه اللي هشتريها، كل ما حجم الشبكه يزيد على الاي بي هتزيد، الاي بي ب 10%، وبدفع كمان مقابل سرعه الانترنت. يعني شركه النت هتقول لك ايه؟ انت عندك كام جهاز عشان اديك الشبكه اللي تناسبك، وعايز سرعه كام؟ وصلت؟ وتدفع بقى، تدفع للاجهزه وتدفع للسرعه. تمام؟ خلي بالك بقى، المفترض الراوترات اللي في الانترنت شغال عليها راوتنج ايه؟ راوتنج بروتوكول، صح كده؟ راوترات الانترنت بقى شغال عليها بروتوكول، احنا خدنا الريب، خدنا الاي اي جي ار بي، خدنا الاو اس بي اف، اللي بيبقى شغال للشبكه الضخمه بتاعه الانترنت بروتوكول اسمه بي جي بي. بي جي بي، لان ان الريب والاي اي جي ار بي والاو اس بي اف ما يستحملوش الشبكات الضخمه، دول هيشتغلوا في شبكه لوكال انا ابنيها جوه الشركه، لكن ما يستحملوش الشبكات الايه؟ الضخمه. تمام كده؟ فعشان كده الراوترات اللي في الانترنت، ملايين بقى الاجهزه وملايين الشبكات شغاله بالايه؟ بالبي جي بي. ايه ده يعني الراوترات اللي هنا هيبقى عندها في الجدول بتاعها عارفه ان شبكه 60 عشان اوصل لها، اوصل لها كده. مش انا شاريها من الاي اس بي؟ متسجل بقى في الجداول هنا، في الجداول اللي في الانترنت، ان شبكه 60 من ناحيه وشبكه 50 من ناحيه، وهنا مثلا لو شبكه 70 او 70 واحد واحد واحد، متسجل ان شبكه 70 ايه من ناحيه. يبقى الراوترات اللي في الانترنت عارفه سكه الشبكات اللي ايه اللي عندك. وصلت؟ ده كده كان قبل اختراع النت. خلي بالك قبل اختراع النت كان عندنا كذا مشكله. اول مشكله ان انت كده محتاج كميه رهيبه من يعني انا عندي مثلا 10 شركات فتحوا وكل شركه فيها 1000 جهاز، يبقى انا محتاج كده 10000 اي بي، اجيب منين لكل ده؟ تمام كده؟ طب لو واحد عنده في بيته الموبايل والتابلت واللابتوب والجهاز الشخصي ومش عارف ايه، كل دول عايزين اي بي، اجيب منين لكل ده؟ تمام؟ طب ادي اول مشكله ان الاي بيهات مش هتكفي. تاني مشكله بدفع مقابلها، بدفع مقابل الاي بيهات، وكل ما عدد الاجهزه اللي عندي بيزيد كل ما هدفع اكتر، فكده التكلفه هتبقى عليا اعلى. ادي تاني مشكله. تالت مشكله، لو انا فكرت اغير شركه النت، الاي بيهات دي انا واخدها من مين؟ من شركه تي داتا مثلا. لو فكرت اغير الشركه، يبقى الشركه الجديده هتديك اي بيهاتها جديده، فسيادتك لازم تعدل اي بيهات الشبكه اللي عندك، ومش انا اللي بتحكم بمزاجي في الاي بيهات، ده حسب ما الشركه هي تديها لي. اربع مشاكل اهو. تمام؟ بس كان في ميزه رائعه رائعه جدا جدا قبل اختراع النت. ايه الميزه دي؟ ان انا لو كنت قاعد على الجهاز ده وعايز اوصل للجهاز ده هقدر اوصله. عايز اوصل ان انا اوصل. يعني سي مثلا لو انا مشغل على الجهاز ده، فاكر بروتوكول الار دي بي؟ مش ده اللي بيخليني اتحكم عن بعد؟ فده كده شغال ار دي بي ايه؟ ار دي بي سيرفر. ممكن وانا قاعد في بيتي، يعني تخيل مثلا ده جهازي اللي في الشركه وانا قاعد هنا في بيتي، اقدر اقوم جاي فاتح برنامج الار دي بي عندي، ار دي بي ايه بقى؟ ار دي بي كلاينت، واقوم جاي انا عايز والله افتح 70 واحد واحد واحد، يقوم جاي واصل للجهاز ده وداخل عليه كاني جبت كرسي وقعدت قدامه. يعني ممكن ده مثلا يكون شركتي في مصر وانا مثلا نازل اجازه في اسكندريه ولا حاجه، بس انا كونكتد بالانترنت وهم كونكتد بالانترنت. تمام كده؟ فاقدر اوصل للجهاز ده. لو انا قلت له عايز ابنج على 60.1.1.3 هيبنج على ده. لو انا عندي داتا على الجهاز ده معمول لها شير، وانا عايز وانا قاعد هنا مكان، اقوم جاي اعمل ايه؟ اقوم جاي كاتب كده باك سلاش باك سلاش، مش احنا كنا بنعمل كده عشان نفتح داتا، واقوم جاي كاتب 60.1.1.1، يقوم جاي مدخلني على الجهاز ده. يعني اذا كان قبل اختراع النت كان كل جهاز تاكد ان الجهاز ده ليه اي بي مش متكرر على مستوى العالم، اذا تقدر توصل له من اي مكان على مستوى العالم. وصلت؟ طيب فده كده كان قبل اختراع النت. بعد اختراع النت بقى المشاكل بقى اللي موجوده، ان الاي بيهات مش مكفيه وشركه النت هي اللي بتديها لي وبدفع مقابل الاي بيهات، ولو غيرت شركه النت لازم اغير الاي بيهات، كل ده بقى مش موجود في وجود الايه؟ في وجود النت. بص بقى في وجود النت ايه اللي هيحصل. تعالى بقى نمسح، نمسح كل الاي بيهات دي.
فيدباك كده احسن. خلاص خلي بالك برضه الحته دي لازم تاخد اي بي، والحته دي اي بي، وهنا اي بي وهنا، ولازم الند اللي هنا ما يكونش هو هو هنا، ما يكونش هو هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. هنا لا ما فيش شيء متكرر يعني. تمام. لا في وجود النت بقى في حاجات هتتكرر. ممل البرنامج ده في المسح. السلام مريح. بص بقى الوضع دلوقتي ايه، انت شركة وعايز توصل اجهزتك بالنت، تمام؟ شركة تي داتا او شركة ده يقول لك لا انا اسف انا ما عنديش ان انا ادي لك اي بي، انا مش هدي لك يعني المنطقة دي كلها كده هي مالهاش دعوة بيها، مش هتدي لك اي بي دي. عارف هتعمل ايه؟ هتديك اي بي واحد بس، لانهي فتحة للفتحة دي. زي مثلا مثلا الاي بي ده واحد واحد واحد، وشركة النت هتديك الاي بي ده فور فري، وهتضمن لك ان الاي بي ده مش متكرر على مستوى العالم كله. ممتاز. يبقى هي هتديك اي بي للفتحه دي بس، وهنا هتديك اي بي للفتحه دي بس، فاكد ان الاي بي اللي هستخدمه هنا عمره ما هيكون هنا 4 واحد، هيكون مثلا كام؟ 2 2 2 2 مثلا يعني، والاي بي بتاع الفتحه دي بس. يعني من الاخر لو انا عندي 3 شركات، انا كشركه نت مش ملزمه غير ان انا ادي لكل شركه اي بي واحد بس. نعم. يبقى هنا يبقى كام؟ 3. الاي بي اللي يطلع عليا هنشوف اللي هو اللي واصل بالبروفايدر. مش احنا لو تفتكر قلنا الراوتر ده اول ما بتشغله الفتحه دي اوتوماتيك بتاخد اي بي من الاي اس بي. انا ماليش دعوه بالاي بي بتاعها، اهو ده الاي بي بقى حسب بقى ما الشركه ايه، حسب ما الشركه تديهولك. هو ده وده. ولو تفتكر كنا قلنا كل ما بتراستر الراوتر ده ايه اللي بيحصل في الاي بي ده؟ بيتغير. تمام كده؟ فشركة النت حاليا عشان تحل أزمة نقص الأي بيهات ديت هتقول لك لا ده أنا مش هدي أي حد عايز يوصل نت غير أي بي بس للفتحة دي. خلي بالك بقى الراوترات اللي في الإنترنت متسجل في الجداول، إن لو سألتها على 4 وحايد عارفة سكته ولا مش عارفة سكته؟ عارفة يعني لو ياهو عايز يوصل لأربع وحايد يقدر يوصل، وأي حد في النت عايز يوصل لأربع وحايد يعرف يوصل، عايز يوصل لأربع اتنينات يعرف يوصل. الجداول هنا متسجل فيها سكة 4 وحايد وسكة 4 اتنينات وسكة 4 تلاتات وهكذا. تمام؟ طب وبعدين ما انا عايز ايبيهات للاجهزه اللي هي، قال لك لا حط انت بقى هنا الايبيهات اللي على مزاجك. احنا مالناش دعوه بالايبيهات اللي هنا. ليه بقى؟ بنيجي على الراوتر ده، الراوتر ده نشغل عليه خاصيه اسمها نات. بتعمل ايه النات دي؟ اي حد من المنطقه الداخليه دي عايز يطلع نت، يوم جاي النت ده مبدل الاي بي بتاع الجهاز اللي طالع نت باربع ايه؟ باربع واحد. يعني لو ده عايز يطلع نت، بص هو طالع مفترض الجهاز ده مثلا الاي بي بتاعه مثلا مثلا 192 168 مثلا مثلا 15. تمام؟ وقف. ايوه السلام عليكم. طيب فايه اللي هيحصل لو الجهاز ده فرضا الاي بي بتاعه اهو 192.168.15، الاي بي ده انت اللي حاطه من دماغك ولا شركه النت اللي عاطيه لك؟ سؤال بقى، الراوترات دي عارفه ان عشان توصل ل 192.168.15 تطلع كده؟ لا الراوترات دي تعرف مين؟ تعرف الايبيهات اللي هي اللي هم عاطينها لك. الاي بي ده انا اللي حاطه من دماغي. تمام كده؟ وبالتالي الراوترات اللي في النت دي ما تعرفش مين 15. ما تعرفش توصل له. معايا؟ وبالتالي الناس اللي هي تعرف توصل لاربع وحايد. طب انت حاطط 15، بص اللي يحصل بقى. الراجل ده هو طالع نت عايز يفتح فيه سيال. تطلع انت كده 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 كده. وهي طالعه هنا يقوم جاي ده شايل 15 وحاطه هنا. حاطط 4 وحايد. اذا لما هتطلع الداتا الناس اللي في العالم الخارجي هيفكروا مين اللي بيتكلم معاهم؟ 4 وحايد. ولما يجي يردوا على مين؟
سؤال بقى، الناس دي عارفه السكه اللي توصلهم للاربع وحيد ولا مش عارفه؟ عارف صح كده ولا ايه؟ طب اجي على الجهاز ده اديله 1.6 والجهاز ده 1.7. طب والفتحه والفتحه هنشوف، والفتحه دي مثلا 1.200 مثلا، دي هتبقى الجيت واي. يبقى الايباد اللي في المنطقه دي ها انا اللي حطها، هي حطها من دماغي صح كده؟ وما تشغلش بالك لان كل دول لو هم طالعين نت هيتبدلوا بكام؟ ها؟ بوحدات. باربع وحيد. طب ممكن يعني من الاخر كده بالبلدي انت تعرف يعني ايه خمس؟ يخمس يخمسه. يعني مثلا احنا لما يبقى عندنا كوبايه شاي ومفيش غيرها، في ثلاثه اربعه هيموتوا وهيشربوا شاي، فيخمسوا في ايه؟ كوبايه واحده، كل واحد ياخد له ايه؟ ياخد له بق. او مثلا ايه لو الناس تشرب سجاير يقول لك انا مخمس في السيجاره، انا انت نفس وانا نفس وانا. ايوه بالظبط كده، الله يفتح عليك. فاحنا هنا كلنا هنخمس في ايه؟ هنخمس في اربع وحيد. طب والناس اللي هنا ان شاء الله حتى يكونوا يعني 2000 جهاز يخمسوا في كام بقى؟ في اربع جنيهات. والناس اللي هنا يخمسوا في كام؟ يبقى وفرنا ولا ما وفرناش؟ وفرنا. تمام؟ فمن الاخر شركه النت هتقول لك بقول لك ايه؟ انا ماليش دعوه. وفرنا ملايين الملايين. بالظبط، عشان كده اي بي فيرجن 4 ها، بس الكلام ده هيعمل لي مشاكل كبيره، هناخدها واحده واحده بقى. واحده واحده هنعرف ايه المشاكل اللي حصلت. فكده لو انا عندي 10 شركات وكل شركه يعني عندها 1000 جهاز، يبقى شركه النت مش مسؤوله غير ان هي تديك كام اي بي؟ 10 اي بيهات بس. كل شركه ليها ايه؟ ليها اي بي. في سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى انت لازم تعمل ايه بقى؟ لازم الراوتر بتاعك ده اللي هو واخد من الناحيه دي اي بي من شركه النت، وهنا اي بي من شركه النت، وده اي بي من شركه النت، لازم يكون شغال عليه خدمه ايه بقى؟ النت. بس كده طيب. اذا النت مطلوب ان هو يشتغل فين؟ يشتغل هنا ويشتغل هنا على كل ويشتغل هنا. تمام كده. وتعالى انت بقى هنا حط اي اي بي يعجبك، تحط بقى 50 60 مش عارف ايه، كل ده هيتبدل باربع واحد. في سؤال لحد دلوقتي؟ طيب الموضوع ده بقى هيعمل لنا مشكلة، مش مشكلة واحدة، هيعمل لنا 5 مشاكل. عايزين نعرف كل مشكلة والحل بتاعها، كل مش مشكلة والحل بتاعها. تمام. انا بس خايف الفيديو ده يحصل فيه حاجة، اسيبه على كده الفيديو. ايوه دي مقدمة. عايزين بقى نشوف، احنا عرفنا كده فكرة النت ان هو هيوفر فعلا. حتى بص كلمة نت دي اختصارية، النت دي اختصارية نتورك، نتورك ادرس. نقصد ايه بالنتورك ادرس؟ اللي هو الاي بي. ماله هنعمل له ترانسليشن. هنا نقصد بيها تغيير، يعني هنغيره، يعني الاي بيهات وهي طالعه من هنا تتبدل بيها باربع وحيد. تمام كده. طيب نسيب الفيديو ده على كده ونبدا نشوف مشاكل النت بالحلول بتاعتها.